بوم اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كلمة النهاردة اللي هنتأمل فيها هي جملة، واحنا اتفقنا ان كلمة ممكن تبقى كلمة واحدة او كلمة لفلان جملة كاملة قالها. كلمة النهاردة لسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مرة من المرات مر خنزير قدام سيدنا عيسى، فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال له مر بسلام. فأصحابه قالوا له تكلم الخنزير بهذه الطريقة؟ إن هذا خنزير، أتقول له هذا؟ قال أكره أن أعود لساني على الشر، حبش لساني إلا أن يقول كل خير. هي دي الكلمة اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيها النهاردة. لسانك بيقول إيه؟ معوده على الشر ولا معوده على الخير؟ سيدنا عيسى احترم الخنزير اللي كان معدي وقال له مر بسلام، محبش يجرحه. ممكن الخنزير ما يكونش فاهم، لكنه بيعود لسانه بغض النظر اللي قدامي فاهم ولا لأ. أنا بقول إيه؟ أنا لساني هيدخلني الجنة ولا هيبعدني عن رب العالمين؟ والكلام لينا احنا. كل الناس بتدور تكون قريبة من ربنا، قريبة من الأنبياء، قريبة من الصالحين، قريبة من أهل الخير. نص دينا في اللسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، رواه النسائي. حديث مشهور جدا جدا. نص دينك، دينك كله في سلامة الناس منك، نص دينك في سلامة الناس من لسانك ومن لسانك. الشعراء يقولوا وجرح السيف تداويه فيشفى، وجرح اللسان يبقيه الزمان. ممكن تتعور بسلاح لكن تشفى من هذا الجرح، لكن لو حد جرحك بلسانه ممكن تعيش طول عمرك مجروح بالكلمة دي. فعلا نص الدين، نص الإنسانية، نص الجنة في اللسان لو سلم منه الناس. وصدق الحكيم القائل لو تحدث الناس في الخير فقط لساد الهدوء أماكن كثيرة. عندك حق، لسانك زي الأسد، إن أمسكته حرسك وإن أطلقته افترسك. ساعات الإنسان بيقول كلمة تفترسه، تخلي اللي حواليه خلاص فقدوا فيه الثقة، تخلي اللي حواليه عمرهم ما يقولوا له سر. عارف لما تغتاب إنسان بلسانك، الشعور اللي هيجي في قلب اللي قدامك لما غتبت واحد تالت قدامه، زماني بكرة لما سيبه وديله ظهري هيغتبني أنا كمان. أنت فقدت خلاص مقامك وفقدت فيك الثقة بمرة لسانك فيها انفلت فافترسك. أنت عارف أن سيدنا محمد في يوم من الأيام واحد من أصحابه سأله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ يعني هو اللسان ده فيه مشكلة؟ يعني لو قلنا أي كلام يعني أو كلام مش كويس؟ قال وهل يكب الناس في النار على من خارهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ده هو النار أغلب اللي جواها بسبب اللسان. إذا كان نص دينا ونص الجنة في اللسان، وأغلب أهل النار بسبب اللسان، صدقت يا سيدنا عيسى. لا أحب أن أعود لساني على الشر، أو أكره أن أعود لساني على الشر. لو شفت واحد بيقول أنا مؤمن متدين ولسانه وحش، اعرف أن عنده إشكالية في اعتقاده، إشكالية في دينه. لأن سيدنا محمد قال ليس المؤمن بطعان، الطعن يعني الانتقاص. المؤمن ما ينتقصش من حد، بل ما ينتقصش من حاجة من غير سبب. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. أي إنسان بيقول كلمة بذيئة خادشة للحياة عنده إشكالية في إيمانه في اعتقاده. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربنا ما بيحبش يسمع الكلام البذيء الفاحش الخادش للحياة. اوعى تعود نفسك تسمع، لأنك لما تتعود تسمع صدقني هتتعود تقول. بقول الكلام ده لكل شاب في الكلية ولا في المدرسة ولا أكبر ولا أصغر، عادي جدا. وللأسف أو كل بنت بيشتموا بالأم وبيرضى أن أبوه أمه يتشتموا. قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا كيف يا رسول الله يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نشتم بعض فتترد الشتيمة، ويتشتم أبوك وأمك من أكبر الكبائر. وبعدين لما نبتلى نقول إحنا عملنا إيه يا رب؟ وإحنا ليل نهار بنشتم
ونتشتم. فعلا سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. أقول لك المعيار، المعيار اللي تعرف لسانك بيقول شر ولا خير، الآية اللي ربنا قالها: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مفيش لفظ بيطلع من اللسان إلا بيكتبه، إما ملك يكتبه في السيئات أو ملك يكتبه في الحسنات. فقبل ما تتكلم على نفسك، على البلد، على الناس، على الأوضاع، على أي شيء، اسأل: هي الكلمة دي تصلح لميزان الحسنات؟ ولو لم تصلح مفيش ميزان تالت بس ميزان السيئات. خد بالك من كلامك، لسانك أسد، إن أمسكته حرسك وإن أطلقته افترسك. يا رب لا ننطق أبدا إلا بما يرضيك، يا رب لا ننطق أبدا بما يؤذينا أو يؤذي الآخرين. يا رب حل لساننا وارضى عن أقوالنا، ونتقابل المرة اللي جاية وربنا معكم.